تتوتر مسكينة، شوف كيف تلعب مع حمار. شوفوا خافت. شوفوا كيف. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين، وحياكم في قناتي مرة ثانية، أنا محمد. طبعاً فيديو اليوم رجعت لكم مع هذه البسة اللي ساعدناها قبل فترة من السيارة، وزي ما تشوفون ما شاء الله كيف كبرت وصارت تلعب. بصراحة هذه البسة مرة ذكية وقوية. شوفوا كيف. وهذه الأيام صرنا في الصباح نفتح الباب تطلع هي وأمها برا يتمشون شوية، يلعبون يتشمسون ويرجعون. ما شاء الله كبرت مرة وصارت تلعب وتطلع وتجي. شوفوا كيف تستكشف المكان. وزي ما تشوفون هذه البسة ما شاء الله كيف كبرت وصارت تلعب ونشيطة، وزيادة بتشوفون كيف تنبسط مرة إذا طلعت برا. ولكن مع الأيام اكتشفنا أنها ما تشوف كويس. زي ما تشوفون هذه العين عندها تعبانة وعليها زي الضباب كذا، أو زي اللون الأبيض العين. ولكن هذه العين الحمد لله يعني شكلها تشوف فيها كويس، ومع ذلك رؤيتها مرة ضعيفة، ما تشوف الأشياء الصغيرة، وإذا في شيء قدامها ممكن تصقع فيه وما تنتبه، يدي ممكن ما تنتبه فين مكانها، في أشياء زي كذا يعني. شوفوا كيف. طبعا اليوم حبيت أصور هذا الفيديو عشان تشوفون البسة وتشوفون التطورات اللي صارت معاها وكيف كبرت وكيف هي نشيطة، وصدق بسة مميزة ما شاء الله. وكمان عشان تشوفون كيف إذا صارت تطلع برا كيف أمها تحاول تدعيها وتطلعها برا. تشوفون البسة وتشوفون التطورات اللي صارت معها وكيف كبرت، وكمان أبغاكم تشوفون كيف تتحمس وتنبسط إذا طلعت برا. فشوفوا كيف. تعالي. بس الجميلة بننزلها عند أمها ونفتح لهم الباب عشان يطلعون يتشمسون، لأن هذا صار روتينهم اليومي. شو الطعام والكياتة ما شاء الله، لونها مرة أسود وشعرها مرة ناعم. تعالي نروح عند ماما نشوف. وهذه أمها جالسة تنتظرها تطلع من برا. تطلع من برا. ها شوف كيف مشبت أمها انبسطت. تعالي تحمس قاعدة تلعب. يلا تعالي تعالي. شو خافت. خوفتيها. روح هناك يلا. ش ش ش تعالي لا تخافين يطلع. تعالي يلا اطلع. شفتوا هذه البسة؟ هذه أخت بسة المزرعة ما شاء الله، قد معها أولاد. هناك كورة ما أدري فين حطتهم. شوف تضربهم عشان بنتها. يلا اطلع اتمشوا. شوف كيف تروح البساس تنبسط وتلعب وتتحرك براحتها. أكيد تجمعوا تخاف وتتوتر مسكينة. شوف كيف تلعب مع حمار. بتشوفون دلحين كيف اللعب والحماس. تعالوا هنا أحسن. تعالي هنا في الشمس أحسن تتشمسون تدفون شوية. روح هناك بنتها. شوفوا الحين ركزوا على البسة الصغيرة كيف مبسوطة وبتقعد تلعب وتنطط وتسوي حركات كذا. شوفوا كيف تتسلق ما شاء الله. شوفوا كيف النشاط والحماس. تروحي.
اهلا وسهلا. خير رقبون شوفون في اكل ولا ما في اكل؟ شوفي شوفي انت شايف ايش تعمل؟ شو كيف خافت بديك؟ هذا وكيف مبسوطة؟ شتسوي؟ تعال خلا روحنا خلا تنبسط ملقوف صح؟ شو كيف تمشي بشويش ما تشوف زيد أكثر من مرة بغت تطيح تستا قلنا لك بعد ايت اقديتي فيه اهلا وسهلا الدجاج ملاقيف
شوفوا كيف هي مبسوطة عشانها برا. مرة متحمسة ومبسوطة. وأتوقع أن هذا أبوها، لأن الأم يعني ما تهاجمه مرة، بس لو قرب زيادة تضربه. وهذه أشياء يعني ممكن تخلي أن هذا يكون أبوها، لأن لو كان بس غريب أتوقع البسة بتهاجمه أقوى من كذا. كلهم تجمعوا علياء. بعد كل بساسة في المزرعة هنا ما شاء الله سود، إن شاء الله بعد فترة بيطلع سكر وتيقر ويغيرون كل هذه الجينات السوداء ويصير فيه تنوع أكثر في البساس هنا. لأني أنا ناوي أفك كل بساسة في المزرعة، يعني المزرعة كبيرة وتكفي من البساس مليون، مو واحدة ولا ثنتين. فشكي بطلعهم كلهم هنا، ولكن لازم نتخلص من سالفة البس البري، لأنكم زي ما تشوفون البساس كلها اللي هنا أليفة ويعني مضاربات خفيفة، ولكن البس البري هذاك مشكلة، فلازم نطلعه. وحاليا الشمس ارتفعت وصار الجو حار والشمس قوية، وشوف الأم كيف تعبت الحين. خلاص الشمس إذا ارتفعت كذا مرة البساس يجيها النوم وتصير كسولة. فالحين بدخلهم، وأكيد الأكل الحين قد برد. وهذه البسة لو أخليها إلى بكرة برا ما تطفش، تقعد تلعب زي كذا وتستكشف البساس وتستكشف كل حاجة، وخصوصا أنها ما تشوفه كويس، فتقعد كل شوية تستكشف كل شيء جنبها. شوفوا كيف اللي هذا كل يوم تدور عنده، وكل يوم كأنه حاجة جديدة. وهذه الدرجة كل يوم تحاول تنزل منها، وتنزل منها بكل حذر، مع أنها تنزل منها كل يوم. الحين زي ما قلت لكم أكيد بيكون الأكل جاهز، وهذه الأم خلاص جاه النوم وجالسة مرتاحة هنا، والسودة الصغيرة جالسة تلعب. فالحين بدخلهم داخل ونعطيهم الأكل. تعالي يلا يلا تعالي ادعي بنتش. شو كيف ولكن يدعي أحد، بس تبغى تلعب لازم أروح أشيلها. ليش ما تستمعي؟ ها؟ ليش ما تستمعي؟ ليش ما تستمعي؟ تعالي تالي. شوفوا كيف قد كلها تراب، دائما كذا تطلع تصخ نفسها وترجع. يلا تعالوا يلا. طبعاً الحين بروح أعطيهم الأكل لأنهم أكيد بيكونون جيعانين مرة. وبكذا أكون وصلت إلى نهاية فيديو اليوم، يا رب تكونوا استمتعتوا في هذا الفيديو. زي ما قلت لكم حبيت أوريكم البسة كيف تغيرت وكبرت ما شاء الله، وكيف صارت تطلع برا وتلعب وتستمتع بوقتها. شوفوا ذا الحين النشاط كله راح وصارت هادية وحبوبة لأنها طلعت كل الطاقة اللي عندها. بكذا أكون وصلت إلى نهاية فيديو اليوم، أتمنى من كل شخص شاف الفيديو وأعجبه يضغط زر اللايك، اشتركوا في القناة إذا مو مشتركين، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم إشعار أول ما ينزل فيديو جديد. وشوفوا كيف باقي متحمسة وبتلعب مع أمها. تالي خليش من أمها تالي، هي بطالبيني وليهم يضغطون لايك واشتراك في القناة. أوكي وترى ما قد نسيت الحين أبغى أسميها، بس ما أدري محتار. شوفوا كيف ما شاء الله نشيطة وقوية، ما أبغى أسميها سويدة ولا بلاك ولا ما أدري، أبغى أسميها حاجة أحلى من كذا إنها تستاهل صراحة. شوفوا كيف ماسكة يدي. فك يدي يا زينة ما شاء الله. زي ما قلت لكم أتمنى من كل شخص أعجب هذا الفيديو يضغط زر اللايك، وإن شاء الله أشوفكم فيديوهات جاية قريبا. ولا تنسون أهم شيء الاشتراك في القناة، وهذا إنستغرامي واضح على الشاشة، الاسم والرابط تحت في صندوق الوصف. إن شاء الله مع الأيام بصور هذه البسة كم صورة حلوة كذا وأنزلها في الإنستغرام. وأشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله. شوفوا أمها جاية يعني، يلا الحين بجيب لكم الأكل. خلاص الحين أجيب لكم أكل. أوكي أوكي. شوفوا الحين بقربها من أمها على طول ضارب. شوفوا شوفوا كيف حماسية هذه البسة، على طول ضارب وسلعت. أي سويت ها سويت